يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، حطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قصتنا اليوم من قصص ملاك ستوري. وش صحبة القصة؟ أنا بنت من أم وأب من جنسيات مختلفة، وعشت أغلب حياتي عند أبوي لأنهم منفصلين. أمي رجعت إلى دولتها وبقيت مع أبوي. آخر مرة شفت فيها أمي كان عمري 8 سنوات، بعدها انقطعت عني نهائيا. كبرت مع زوجة أب كانت كويسة معي، وإخواني الباقيين كانوا كثير وأنا الأكبر، وما كانت ظروفنا المادية كويسة. للأسف هذا الشي خلى أبوي يشتغل بوظيفتين عشان يكفي احتياجاتنا، وما كنا نشوفه كثير لأنه إذا جاء يكون مرة تعبان. وعلى هالحال لين عمر 15 سنة. كان الصباح قبل ما نروح أنا وإخواني للمدرسة كنا نتجهز ونفطر، فجأة باب البيت يطق وزوجة أبوي راحت تشوف مين كان. في شخص يكلمها من ورا الباب، قال لها شي خلاها تنهار على الأرض. ما كنا فاهمين إيش فيها وإيش الكلام اللي خلاها بهالحالة. دخلت غرفتها وسكرت على نفسها. رحت أشوف إيش فيها، قالت لي روحي المدرسة. بما إني كبيرة أخذت إخواني للمدرسة كلهم، ولما جاء دور مدرستي ما قدرت أدخل المدرسة. ما أدري ليش كان فيني شي يقول لي أرجع البيت، قلبي مو مطمن للي شفته اليوم. وبعد شوي تفكير رجعت ولقيت عند الباب اخوان زوجة ابوي، كنت اعتبرهم خوالي. قربت من البيت ودخلت لان الباب كان مفتوح. شفت زوجة ابوي على الارض تبكي وحواليها اخوانها، وانفجعوا. ما توقعوا ارجع من المدرسة لسه عبادي الفصول الدراسية، وانصعقت بخبر وفاة ابوي. فجر نفس اليوم كان يشرف على احد العمارات وطاح من اولها لاخرها. حاولوا يسعفونه لكنه توفى في لحظتها. ادركت وقتها إنه الأيام الجاية ما راح تكون سهلة، وإنه عمود البيت طاح علينا. دخلت في دوامة غريبة عبارة عن ذكريات وتكذيب تخيلات. أنا مالي أحد غير أبوي، إيش بيكون مصيري؟ ما أدركت إلا خلاص انتهى العزا نهائيا، وصار لازم ننتقل لأنه بيتنا مو ملكنا. انتقلنا إلى بيت أهل زوجة أبوي، والأول مرة أعرف إنه أهل زوجة أبوي ناس قاسيين ما يبغون بنتهم. كنا كلنا أنا وإخواني محشورين في غرفة واحدة وحمام، وزوجة أبوي معانا. وعلى فكرة البيت كان كبير وفيه كثير غرف، دايما يحسسوني إني حمل ثقيل عليهم وإنه مالي مكان وإني مو منهم. كنت أشوف الإنكسار والخذلان في وجه زوجة أبوي لأنها مو قادرة يا عمري إنها توفر نفس المعيشة اللي كنا نعيشها قبل. وما كنت أعرف إنه أهلها عندهم فلوس لذي الدرجة، لكنهم بخيلين جدا. آخر الليل كان أبو زوجة أبوي يقفل الثلاجات ومكان المعلبات عشان ما ناكل منها آخر الليل. كانت أم زوجة أبوي تهرب لنا الأكل كأنها تهرب ممنوعات. كان العشاء عبارة عن علبتين تونة وشوي خيار، وإحنا كثيرين. كان في بعض الأحيان يجيب لنا أخو زوجة أبوي الأصغر أكل من برا، وكان هذا الشي عظيم. أخيرا أكلنا أكل يشبعنا مع إنه عندهم خير والثلاجات بتطيح من كثر الأكل اللي فيها. كنت أقضي وقتي مع أخو زوجة أبوي الأصغر، كان هو اللي ياخذ إخواني للمدرسة، وأنا اضطريت أقعد وما كملت المرحلة الثانوية لأن أبو زوجة أبوي ما يبغى يدفع رسوم دراستي ولا أبي أضغط على زوجة أبوي، فجلست عشان يدرس إخواني على الأقل. كان أخو زوجة أبوي مرة كويس معي وياخذني معه ويطلعني، كنت الوحيدة اللي يسوي معاها كذا، وكنت للأسف على نياتي. ما كنت أعرف إنه معجب فيني وحركاته مو عبث. صار في الفترة الأخيرة يحاول يتحرش فيني، ولما كنت أصده أو أدافع عن نفسي يهددني إنه يعلم علي. وطبعا ما حد راغب بوجودي في هذا البيت، بيكون هذا عذر لهم إنهم يطردوني. اضطريت أتحمل أشياء كثيرة منه، وزيادة على كده كنت صغيرة، لمسات وكلام غير لائق وتلميحات. صرت أقضي أغلب وقتي مع أخواني عشان ما يلاقي فرصة. في يوم من الأيام تقدم لي واحد من أقارب أبوي من بعيد، سمع عني إني من أم ثانية والكبيرة بين أخواني. كان اسمه أحمد وكان كفيف ما يشوف، يعني كانت الخطوبة هذه غريبة بالنسبة لي لأني ما كنت فاهمة إيش يعني زواج وإيش يعني مسؤولية. أكثر واحد حاول يعارض هالزواج هو أخو زوجة أبوي، وكلمني أكثر من مرة إنه يحبني ومستعد يوقف بوجه الكل ويتزوجني، لكن ما كنت أثق فيه بعد اللي سواه معي. قالت لي زوجة أبوي أنصحك تتزوجين وتعيشين، حتى لو كان كفيف مهما كانت العيشة معه أفضل بكثير من هنا. كملي دراستك، كوني عائلتك، هنا حتى الأكل محسوب عليك. وافقت عليه وشرطت إني أكمل دراستي. ما كان سبب موافقتي عليه هو الأكل، بس كنت خايفة من أخو زوجة أبوي يجي يوم يخلص عليه أو يتمادى أو أرفض له طلب ويسبب مشكلة لي. قبلت بالزواج من أحمد، جبرني الحياة عليه والكل
في يوم الزواج يتكلم عني كيف بنت صغيرة راح تضيع عمرها ونفسها مع واحد كفيف، لكن كان عندي أمل إني أعيش حياة غير وأكون سعيدة وأكمل تعليمي لأني كنت أحب المدرسة. خلال تعرفي على أحمد اكتشفت إنه إنسان واعي ومثقف ويفهم بكل شيء حرفيا. كان عمره 27 وأنا 16 سنة. بدأت أروح للمدرسة من جديد وأهتم في زوجي لأنه ما يشوف واحتاج عناية خاصة، لكن بدأت التراكمات اللي كانت فيني تأثر علي. دخلت في حالة اكتئاب سبب فقدان أهلي فجأة، زادني بعد كأنه في أحد خانقني ما أدري ليش. صحيح كان أحمد كفيف لكنه ما أدري كيف يعني يحس فيني، يعرف إن الحين زعلانة أو أفكر أو شايل هم، ويعرف حتى مين اللي دخل عليه من صوت المشية. بس وصلت فيني إني حاولت الانتحار أكثر من مرة، والمرة الأخيرة أحمد هو اللي منعني. كنت أحاول أكمل حياتي لكن ما قدرت، كانت عبارة عن أحاسيس غريبة وسلبية. اقترح علي زوجي اني ازور اخصائية نفسية وكانت خطوة كويسة لاني بديت ارجع طبيعي بعد ما انتهيت من المرحلة الثانوية. اقترحت على زوجي اني اروح وابحث عن امي وهو وافق لاني يمكن هذا الشيء يحسن من نفسيتي. لقيت امي وتوقعت انها تتمنى تلاقيني او مشتاقة لي على الاقل، لكن كان العكس. كنت بالنسبة لها عبارة عن بنك حرفيا كل شوي تطلب مني فلوس عشان عيالها. فهمت انها تبغى تستغلني وتستغل زوجي، وقالت لي اكثر من مرة اذا نام زوجك وهو اعمى ما يشوف خذي منه المبلغ الفلاني واعطيني، تبغاني اسرق منه عشان اصرف على اخواني اللي ما اعرفهم حتى. خليت علاقتي معها سطحية، اعطيها مبلغ بسيط بعلم زوجي وبس. اخو زوجة ابوي ما تركني في حالي، كنت انا وزوجي نطلع مرات نتمشى يا اما في مول او اي مكان، يحاول اكثر من مرة يجي عندي يتكلم معي. وطبعا لانه احمد كان اعمى، في مرة مسكني ودف زوجي وطيحه على الأرض لأنه يبغى يكلمني غصب، وأنا عارفة إيش يبغى يقول. الناس اللي كانوا حولي هم اللي بعدوني عنه. مرت سنوات ولسه معترض على زواجي، ولليوم ما تركني في حالي ويلاحقني من مكان لمكان. كل ما جيت أشتكي عليه زوجة أبوي تترجاني ما أسويها لأنه أبوها راح يطردها في الشارع لو عرف، وما تبي مشاكل لين ما يكبرون أخواني ويطلعون في بيت مستقل، ولا أعرف إيش الحل معه. وبس كذا نكون وصلنا لنهاية القصة. أتمنى أنكم استفدتوا حاجة، إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.